السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وما زال الحديث بقية وما زلنا معكم في برنامجكم بكرة أحلى. تحيا مصر، ومصر تحيا، ويا مصر بكرة أحلى. تحيا مصر لو تنادي، كلنا بنقول بلادي، كلنا شرطة وجيش من المشير حتى الشاويش. تحيا مصر بكل ناسها، لو تقرر مين يحوشها. تحيا مصر، ومصر تحيا، ويا مصر بكرة أحلى. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع حضراتكم عن مشكلة تقريبا بتخص أو بتهم فئة كبيرة من الشعب، ألا وهي مشكلة البلطجة واستغلال النفوذ. النهاردة معانا ضيوف هيتحدثوا في هذا الموضوع بصفة عامة، وبعض الناس اللي بتحس إن هي بقت فوق القانون وعايز تاخد حق مش مين حقها أو حق مش بتاعها من بعض الناس الضعفاء. معانا النهاردة الأستاذ أبو الوفا عبد العظيم أحمد من محافظة نجا حمادي بجينا. أهلا وسهلا يا فندم. ومعانا الأستاذ محمد مغاوري المحامي والصحفي. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. ومعانا المستشار عماد إبراهيم الخبير القانوني ومساعد رئيس حزب الثورة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. أعزائي المشاهدين، النهارده طبعا هنتناقش في هذه القضية وهذه المشكلة، وهي قضية أكيد موجودة مع ناس كتير قوي في أنحاء جمهورية مصر العربية، وكتير قوي بيعانوا من مشكلة البلطجة واستغلال النفوذ. أستاذ محمد أو أستاذ أبو الوفا، عايز أعرف إيه هي المشكلة في الأساس وإيه هو الموضوع عامة بصفة عامة؟ اتفضل يا فندم. المشكلة إن في بيت مبني على خط ماسورة مياه الشرب لمدينة نجا. بس علي صوتك شوية. المشكلة إن في بيت مبني على خط ماسورة مية في محافظة جنة، محافظة مركز نجا مركز حمادي، قرية الغرب بهجورة، بلدة زليتن. يعني البيت ده مبني وفي ماسورة مية عمومية ولا ماسورة مية داخلية ولا عايز افهم بس. الخط الناقل لمدينة نجا حمادي. ماسورة مية، الخط الناقل لمدينة نجا حمادي قطر 700 ملي. الخط الرئيسي، الخط الرئيسي اللي بينقل المدينة بالكامل. اتفضل يا فندم. البيت ده اتبنى عام 2014. واتكتب باسم في هيئة الطرق والكباري. وانا مسجل. اتكتب باسمي. خد ترخيص؟ لا، ما غير ترخيص. يعني البيت ده بتاعك انت ولا ايه؟ لا، البيت ده بتاع واحد تاني. بتاع شخص تاني، شخص اخر. اتبنى البيت ده؟ اتبنى ده في عام 2014. تمام. اتكتب باسمي انا وانا الايجار التاني. انا معايا ورش لحام. البيت اتكتب باسمك؟ اتكتب باسمي. باسم، طب ازاي؟ طب انت ازاي قبلت ان البيت اتكتب باسمك وحاجه مش بتاعتك؟ ازاي قبلتها يعني؟ انا توجهت بشكوى للنيابه الاداريه. يعني حد كتب بيت باسمك بدون علمك؟ من غير علمي. ازاي؟ من غير علمي. موظف الطرق ظبط مع صاحب البيت وكتب باسمي. ما احنا فساد المحليات معروف يا جماعه من زمان، ويعني دي مش حاجه جديده، يعني ده فساد. اولا يعني البيت اتكتب من 2014. من 2004. 14. 2014. ليه 6 سنين لحد دلوقتي. تمام. والبيت بقى بتاعك؟ لا، البيت مش بتاعي. ما كتب باسمك. ازاي مش بتاعك؟ كتب باسمي بس مش بتاعي. ازاي مش بتاعك؟ اتكتب باسمك بقى بتاعك دلوقتي. لا، بحكم القانون. بحكم القانون انا عايز الحوشه من عليا. يعني انت عايز بس تلغي بتطالب او نداء ان انت تشيل اسمك من البيت. ايوه، وما صابني من اضرار مني. طب دي حاجه جديده قوي. يعني انا يعني بنقول الناس كلها بتعاني ان حاجه مش بتاعتها. وانت فاهمني، حاجه مش بتاعتها وعايزه تاخدها، لكن حاجه مش بتاعتها وكتبت باسمها ومش عايزاها. ده على فكره حاجه جديده قوي. انا بشكرك على فكره ان انت انسان عندك ضمير اولا، وحاجه كويسه على فكره. يعني حاجه كويسه ان انت بتقول ان الحاجه دي مش بتاعتي يا جماعه ومكتوبه باسمي وانا عايز الغيها، مش عايزها. طب مش عايزها ليه؟ سيادتك، البيت ده مبني على ماسورة المية. ايوه، جريمة في حق الدولة. مبني على ماسورة مية. مبني على ماسورة المية. طب ما هو في، طب ليه ما توجهتش الشكوى للسيد المحافظ؟ على فكرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده يا جماعة، يمكن النهارده مصر كلها شغالة النهارده بتحارب الفساد. حتى الرئيس قال يا عماد بيه، قولوا لي يا جماعة اللي يشوف فساد يقوله عشان نعالجه. الرئيس بيحارب الفساد، وبدأ دلوقتي احنا كل يوم بنسمع ان المحافظ فلاني اتشالوا تحول للتحقيق، رئيس الحي فلان اتمسك برشوه، الرقابه الاداريه شغاله. معايا حضرتك؟ يعني ده شغاله. انت ليه لم تتقدم بشكوى رسميه للسيد المحافظ؟ عايز اسمع منك. تقدمت بكل الشكاوى لكل الجهات. تقدمت للسيد المحافظ. تقدمت للسيد المحافظ. وصلت له ولا ما وصلتلوش؟ وصلت له عن طريق الفاكس. عن طريق الفاكس. طب ممكن ما توصلوش. ليه ما فيش حد راح سلمها باليد وخد رقم وارد او رقم صادر زي ما احنا متعلمين؟ انا قدمت شكاوي في النيابه الاداريه، كان معايا قضيه. قدمت في النيابه الاداريه؟ في النيابه. حاجة جميلة. قاعد سنتين تحقيق. يعني النيابه حققت. النيابه حققت وعامل محضر اثبات حاله في النيابه. الناس شغاله اهي. يبقى كده الناس شغاله، احنا ما بندينش حد دلوقتي.
الرقابه الاداريه شغاله وحججت في الموضوع، حججت في الموضوع وحتى لم يصدر قرار، لكن الموظفين ضللوها. كتبوا لها في التقريريه بتوع المياه ان لا يوجد خط مياه، خط المياه بعد المبنى 2 متر. طب شكرا يا استاذ ابو لفا. بصفتك بقى محامي الاستاذ محمد مغاوري وبصفتك رجل القانون وبتسمع هذه المشكله، احنا كلنا اتكلمنا وقلنا وصوتنا راح بسبب يا جماعه فساد المحليات، كلنا اتكلمنا وقلنا، والرئيس نفسه قال انا عارف ان في فساد موجود ويا جماعه انا بعالج حاجه متراكمه بقالها 60 سنه، فاحنا بنشكر الدوله انها شغاله، ولكن في بعض الحاجات ما بتوصلش للساده المصريين الكبار. صح؟ نعم طبعا. طب حضرتك اتفضل، شايف من وجهه نظرك الشخصيه الموضوع ده ممكن نعالجه ازاي؟ هو الموضوع ده ليه اكتر من انا احب اتوجه بخلص شغل طبعا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكمل انجازاته الملموس طبعا، لا ينكره الا جاهد بفضل الله يعني، وتوجه ليه بخلص الشكر لانه فعلا بيحارب الفساد وبيدعو الجميع للتعاون معاه. طبعا الرئيس شغال والناس شغاله والمحافظين شغالين على فكره، واحنا دورنا ان احنا نوصل صوت كل مظلوم او نكون ناصرين لكل مظلوم، لان دي دعوه السيد الرئيس. ده مبدئيا. ثانيا اتوجه بالشكر خالص لحضرتك والاستاذ الكريم. طبعا الموضوع ده زي ما حضرتك اشرت كده والاستاذ ابو الوفا قال، راجل بيحاول ينفي ملكيته لعقار، دي حاجه غريبه زي ما حضرتك قلت، دي قضيه جديده يعني بالظبط. فواحد عايز ينفي مسؤوليه يعني عايز يرد حق مش حقه، فده المفروض كلنا كمجتمع او اجهزه تنفيذيه او اجهزه رقابيه ننصره ونقف جنبه، لكن هو للاسف جه العكس تماما، هو مجرد ما راح موصل حاول يوصل صوته راح لجهه الطرق الكباري تمام، فطلعوا لجنه، اللجنه دي اقرت ان هو يعني الناس اشتغلت بس للاسف هم اخطاوا خطا، الخطا ده كل ما كانوا بيحاولوا يصححوه فكانوا بيقعوا في خطا اكبر منه. نعم. بمعنى هم جاملوا الموضوع كله قصته مبنيه على المحاباه والمجامله لعضو مجلس شعبي لفترة النزاع ده اسمه الاستاذ، لا مش عايزين نقول اسمه، لا انا بس ماشي مفيش مشكله بلاش بعد اذن حضرتك مش تقول اسماء خالص. احنا بنقول الراجل بس حاجه بحاجه مش بتاعته وكتب اسمه وعايز يشيل عنه، يعني احنا مش عايزين نذكر اي اسماء موجود. وعايزين برضو احنا بنوضح بس وحضرتك عايزين نرد له حقه والاضرار الماديه ده واقع عليه اضرار حقه وتودي بقى من الطرق القانونيه مظبوط. بص بقاله 6 سنين يا استاذ سيد بيحاول يسلك المسلك القانوني تمام اللي احنا دي دوله مؤسسات، واحنا دورنا ان احنا بنوصل صوت بالظبط. انا عايز اصحح برضه انا مش للساده المسؤولين، انا مش محامي، انا صحفي واعلام يعني تمام برضه سهل تمام. فاحنا دورنا كلنا نناصر اي مظلوم عامه، صرخه مظلوم عامه احنا بنوصلها للساده المسؤولين، بنحاول نوصل صوته. هو لما حضرتك تكلمني في موضوع لقيت الموضوع ليه اكتر من بعد، بقول لحضرتك بعد اداري يعني خلل وفساد اداري ومحاباه، ومش عايز نتهم بقى حد بالرشوه، لا مفيش، لا ده الجاتت بص كل قاعده ولا شواذ طبعا، يعني مفيش اي مكان في العالم مش مصر بس في العالم اجمع ما فيهوش شواذ، اكيد طبعا لازم هتلاقي فيه يعني احنا قلنا كلنا نعلم ان الكمال لله فقط، لله في الكمال في السماء والارض كلها اخطاء ما عدا المعصوم من الاخطاء الانبياء اتفضل. فبالتالي هو طبعا نظام الهج حاول يصحح الوضع، فراح فوجئ ان ايه ان البيت ده مكتوب باسم واحد ميت. لا ده قال باسمي، لا ده كده لا الارض الملكيه معذره اتفضل الملكيه الارض اصلا باسم واحد متوفي قبل موضوع النزاع ده بخمس شهور تمام. فهو حاولوا يعني هم حاولوا يرادوا مين الاخ اللي انا بقول لحضرتك رئيس المجلس الشعبي اللي حضرتك تحفظت على اسمه السابق، تحفظنا على اسمه محترما ماشي، فايه حبوا يجاملوه فوقعوا في خطا ان هم ضللوا جهه رسميه زي جهه النيابه الاداريه. نعم يعني السيد وكيل النيابه الاداريه ساعتها كان راجل محترم جدا جدا طبعا ورئيس المباحث كان الاستاذ احنا قضاءنا عامه بيتنا قضاء شامخ ونيابه شامخه، لازم نوضح الكلام ده للساده المسؤولين. المشكله دايما بيقفوا مع المظلوم، مشكله بقى في اللي بيتقدم له قريب بيتقدم له بالظبط كده، القاضي ليه اللي قدامه مظبوط بيحكم بالاوراق وبالحاجات اللي بتجيله بالظبط كده. هو حضرتك يا استاذ سيد للاسف لما لجا للجهه الرسميه الجهه المعنيه اللي هي جهه الوحده المحليه كان التلاعب من عندهم، وقالت له كده نصا باللفظ تمام رئيسه الوحده المحليه الحاليه قالت له انت لو حبينا نرجع لك حقك او نديك حقك في ناس كتير هتتحاكم وهتتحبس
الكلام ده على مسؤوليه مسؤوليته هو مقدم مقدم بشكوى ومقدم شكوى. فطبعا هو راجل عايز يثبت الحاجه دي مش بتاعته بس بالظبط. هم حضرتك راح بعت زي ما بقول لحضرتك بعتوا تقرير ان الخط ده ما بيمر ده اول تلاعبه ان الخط بيعيد عن 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 العقار اللي هو محل النزاع. تمام تمام. فجاء التقرير اللي هو اتقدم للجهه للنيابه الاداريه، النيابه الاداريه طلبت تشكيل لجنه من الوحده المحليه بالتاريخ. يعني الناس اشتغلت اهي، الناس شغاله زي الفل، الدوله كلها شغاله شغلت. اذا كان رئيس الدوله شغلت نشاط من ما بينامش الراجل. فبالتالي نعم بالتالي ان كان في سلبيات بتحاك في 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 دهاليز في بعض الدهاليز احنا دورنا ان احنا نبرزها عشان نساعد الدوله في ان هي فعلا ترد عليه. تمام. فهو حضرتك لما قدم الشكوى دي النيابه الاداريه كان من ضمن قرارها تشكيل لجنه لتحديد هل خط الميه دوت ماشي فعلا تحت البيت ولا بعيد عن البيت. من عدم من عدم تقرير اللجنه ايه ان لا الخط يبعد عن الـ عن الـ عن المنزل او العقار او المنزل او هو المحل الخلاء او نعم. بالظبط كده حوالي 6 متر 2 متر 2 متر ده يعتبر في القانون ده تزوير رسمي، تزوير مقرر رسمي لجهه رسميه زي النيابه الاداريه. ليه؟ لا. عشان في متوقعش عليهم مسؤوليه زي ما بقول لك ان هم حاولوا يجاملوا مين اللي هو عضو المجلس الشعبي. تمام اشكرك يا استاذ محمد. انا عايز بس اكد حاجه سريعه معلومه. تمام انا شايفه كمان موضح وكاتب وده التقرير جاء مع التقرير. ده تقرير منين بقى؟ من المحافظه، من سيد المحافظه. تمام. نعم. شوف نعم. ماضي حضرتك عليه كام عضو في اللجنه محاميين و طبعا طبعا بيقول ايه بقى؟ بيقول ان خط الغاز بيمر فين؟ خط الميه، خط الميه، خط الميه بيبعد 2 متر عن العقار. لا ده تقريبا الرئاسه بتاعت المحافظه اهو. تقرير الرئاسه المتابعه بتاع المحافظه بيقول ان الخط فعلا الله اكبر كده اهو، يبقى المحافظه اقرت بالكلام ده. يا باشا ماشي، ما احنا مش انا مش عايز اقرارات على الورق، انا عايز يا ريس طب المحافظه نفسها اصدرت القرار ده. المفروض ان احنا نعمل بقى ايه؟ احنا طب ناخد راي قانوني بعد اذنك. احنا حضرتك تقريبا اتفضل. لا جدوى من القانون ان لم يكن في عقاب ورد رد او في نعم نعم. صح هو يعني ايه فايده القوانين من غير ما يكون مظبوط مظبوط. ما احنا عايزين نطبق القانون صحيح. استاذ عماد، مستشار عماد، حضرتك طبعا سمعت اكيد الموضوع. هذا الرجل صرخه مظلوم زي ما بنقول له حق ان هو العقار ده مش بتاعه وكتب باسمه لان في حاجه مخالفه. والراجل بيقول اولا العقار ده مش بتاعي يا جماعه، انا عايز اشيله عني عشان هو ما بيتحملش المسؤوليه القانونيه ولو حصل اي حاجه لا قدر الله، لان ده ماسوره المايه اللي بتغذي مدينه بالكامل نجا حمادي بتعدي تحت العقار ده. فاهم وجهه نظري؟ حضرتك شايف من وجهه نظرك القانونيه بقى. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. انت فهمت كده؟ انا بشكر حضرتك وبشكر اداره البرنامج والمخرج العظيم، وبرنامجك بكره احلى. ودي قضيه غريبه من نوعها. غريبه يعني انا أغرب. انا يعني كل القواضي اللي انا بسمعها ان انت ليك حق، ليك حق ومش عارف تاخده. ماشي، لكن بتقاتل عشان تاخده. اما دي بيت واحد بيقول لك خده، فاهمني؟ لا. وانا طبعا هتابع حضرتك برضو بعد الحلقه ان شاء الله باذن الله، وهفهم منك كل حاجه. وعندنا حضرتك من حظك حلو ان انت عندك محافظ ست اللي هو اشرف الداوود شغال على ارض الواقع. نعم، كل محافظه فيك شغال. ازاي ما بتعرفش تخشوا ده؟ وكل هم الرئيس عامل لهم رعب في الشارع يا باشا، مرعوبين. المحافظه الوحيده اللي حضرتك الرئيس كانت من نصيب 7 مليار محافظه قنا. والراجل نعم شغال ست اللي هو شغال في الشارع، ممكن تقابله في الشارع كل يوم في الشارع. فازاي انت ما قدرتش تخش المحافظ؟ طب احنا عايزين نقول قانوني، قانون الحاجه دي بتاعتك. نعم. من 2014 تقول لحضرتك حاجه، انا عايز بس اتناقش بس مع حضرتك. نعم اتفضل. من 2014 انت جالك حاجه كده قالك البيت بتاعك يعني ولا ايه؟ جت ازاله. ازاله؟ ازاله جت باسمي. اه. في الطرق والكباري. طب ايه المشكله ما يزيل؟ وايه المشكله عندك انت؟ طب ما هو هيزيل، انا معايا ورشه، انا ما تزليش المكان كله. انت زين المخالفه يعني؟ انت عندك ورشه في العقار؟ عنده ورشه في المكان. لا انا عايز افهم بقى. لا انت ما قلتش الكلام ده بقى. انت ما قلتليش الكلام ده. ايوه الورشه مش في العقار يا استاذ سيد. امال الورشه جنب العقار. ما يزيل العقار. طب ما يزيل العقار. هو لو زال العقار انت 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 ايه يعني؟ هو ضرر الضرر الواقع عليك. رفض الازاله هو. ده شوف احنا فتحنا موضوع تاني. نعم يبقى كده، يبقى كده في مصلحه. البنك في المحل. هو بيزيل الكباري. هو بنيه ملكيه خاصه بتاعته هو اللي هي الورشه. بعيد عن الـ عن الموضوع. احنا عايزين حضرتك نتابع الموضوع ده. لان الموضوع فيه ملابسات. طبعا مظبوط، يعني الموضوع فيه ملابسات. هو عايز يزيل، طب ما يزيل. طب انت يعني، طب انت لو زال انت تخسر ايه؟ لو زال انا يزالش البيت على اسمي. البيت ده مكتوب على اسمي، يزالش على اسمي. طب هو اداني على اسمك وهيزال على اسمك. لا انا ايه الضرر؟ ايه الضرر؟ انا ما بنيتش على خط الميه. اللي بنى على خط الميه استحمل. يعني حضرتك هو في قضيه على البيت؟ ايوه في قضيه على البيت. ايوه في. والقضيه جايه باسمك؟ ايوه جايه باسمي. طب وانت توجهت للمحافظه والمحافظ ما انا ليا 6 سنين لا دخلت المحافظه. حضرتك المحافظ ده سهل قوي تخش له.
انا بعت له فاكس، بعت له عن طريق الفاكس. اه ما ردش الفاكس عليك؟ لا ما ردش الفاكس علي. طيب احنا حضرتك احنا بنحارب الفساد وسيد الرئيس بيحارب الفساد، واحنا في زمن مفيش بطاقه، الزمن بتاع البطاقه خلاص راح، كل حاجه بالقانون، احنا دوله قانون. وانت حضرتك لو انت ليك حق بالقانون هتاخده، بالقانون هتوصل له، بالقانون هتاخده. الو السلام عليكم، معانا اتصال، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. الاتصال القاطع، احنا اسفين جدا، اتفضل. القانون، احنا في دوله قانون يا استاذ عبد الوفا. يعني ست سنين انت بتحارب ان انت بتقول البيت مش بتاعي. ايوه البيت ده مش بتاعي. طيب والبيت واخد ازاله. والبيت واخد ازاله. عليه قضيه. ايوه. والقضيه جايه باسمك انت. ايوه. وانت توجهت للمجلس المحلي وتوجهت للرقابه ما فيش حد بيرد عليك، وعملت فاكس ما فيش حد بيرد عليك. ايوه. طب حتى حضرتك احنا كده كده بعد الحلقه ان شاء الله باذن الله هنتابع الموضوع ده. ماشي. وانت ليك حق هتاخده. انت ليك حق هتاخده. مع ان قضيتك غريبه، انت عندك حق ومش بتاعك، يعني انت عندك حق ومش بتاعك، طب ما تاخد البيت. لا ما ناخدش البيت. مش هناخد حاجه مش بتاعتي. طيب يزيلوا البيت. طب ماشي، الجهه المسؤوله هي اللي تزيل، مش انا اللي نزيل. طب ما الجهه المسؤوله ما تيجي تزيل. ما رضياش تزيل. عشان زورت. ايه الضرر اللي وقع عليك انت؟ ايه الضرر؟ ايه الضرر؟ انا عايز اعرف يا سيد بيه، بس هو الضرر ما انا مش عارف ايه الضرر اللي وقع. ايه الضرر اللي وقع عليك؟ هو انت، هل انت خايف ان تيجي المحاضر عليك بتاعت ازاله البيت تدفع غرامات والكلام ده؟ يا جماعه، دي رقم واحد. يا استاذ سيد بعضنا، احنا بقول ان هم في الاول غيروا في تقريرهم لصالح شخص ما، اللي هو اللي قلنا مالناش دعوه باشخاص. تمام، هيتكشف مين اللي مضى على التقرير ده. التقرير انا لسه مدي صورته لحضرتك بتاع المحافظه. ايوه شفت التقرير. بيقول عكسك. التقرير بيقول ان الماسوره ماشيه في وسط البيت. حلو. وده في كارثه. الماسوره بتغذي منطقه بالكامل، بتغذي مدينه. مش بس كده، ما انا بقول لحضرتك يعني المشكله كمان ان هو لما مضى على التقرير ده. نعم. كل ما يحاولوا يعالجوا اخطائهم يقعوا في اخطاء اكبر. تمام. طب احنا دلوقتي هم وصلوا لمرحله ايه؟ زي ما بقول لحضرتك اللي هي الطرس اللي واحده معانا بتقول له الاعلى من خلك اركبه بالبلد، يعني اللي انت عايز تعمله اعمله. ماشي، لو انت حبيت تاخد حقك وربنا حقك. معانا مداخله. السلام عليكم. اتفضل. الو استاذ اشرف. اه يا فندم، السلام عليكم. استاذ اشرف من الفيوم ولا منين حضرتك؟ ايوه اشرف من الفيوم يا فندم. اتفضل يا فندم، اتفضل اشرف بيه. حضرتك دلوقتي لو واحد مثلا معاه فلوس، اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ اشرف. اتفضل يا فندم سامعك. دلوقتي واحد مثلا معاه فلوس مثلا يعمل مصالحه، ايه النظام مثلا؟ مصالحه، عايز يعمل مصالحه. اه انت عايز، ما هو المصالحه، ما الناس اعلنت يا ريس في كل حي او مجلس مدينه حضرتك بتروح وبتقدم طلب للمصالحه. يتقدم الطلب وبتحدد لك، ودلوقتي الرئيس ادى تعليمات للمحافظين للتخفيض وكمان التيسير كمان في السداد. بصوره البطاقه بس. بصوره البطاقه بس. وياخد نموذج رقم 3. وبيجيب نموذج رقم 3 من الحي اللي انت تابع ليه او مجلس اللي انت تابع ليه. شكرا يا استاذ اشرف، اشكرك. اتفضل. اتفضل يا استاذ ابو بكر. اه حضرتك كنت بتتكلم. اتفضل. كنا بنتكلم ان هو زي ما بقول لحضرتك بكل ما بيحاولوا يعالجوا الخطا اللي وقعوا فيه من الاول، اللي هو التضليل جهه رسميه زي جهه النيابه الاداريه. تمام. كل الضرر اللي وقع عليهم كمسؤولين في الوحده المحليه ان هم خدوا شهر بالسأل على الكلام كله على عهده اللي وصلوه الاستاذ ابو الوفا. طب معانا مداخله تاني. السلام عليكم استاذ عبد الظاهر. استاذ عباس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيب ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ اتفضل يا استاذ عباس. عليكم السلام يا فندم. صاحب البيت الاستاذ عباس من جينا، صح؟ صاحب البيت يا سيادتك. اتفضل. ايوه نعم يا فندم. اتفضل يا فندم. صاحب البيت يا سيادتك هو انا. سعادتك صاحب البيت الاساسي. انا صاحب البيت الاساسي. طب دي حاجه جميله ان انت معانا على الهوا. الله يخليك عليك يا باشا. البيت ده انا مشتريه مجني. خد بقى سيادتك. اه. هو المستشار سال سؤال مهم جدا، قال له ايه ضررك على الريف اللي انت بتعمل لله؟ ايه الضرر بتاعك؟ تمام. انا فندم بيننا ما بينه قضايا، بيني ما بينه كنت انا مشترك يعني متهم في جريمه في ضرب اخوه. نعم. وكل ما هناك بيكحت تحت بيتنا ليه من 1/1/2016 حافر تحت بيتنا وعامل معانا مشاكل وودي شركه الكهرباء بتاعه الخاص بالورشه شده على بيتي. يعني كده المشكله بقت شخصيه كده بقى بينكم انتوا الاثنين. مشكله شخصيه. انا أيوه. خاله وعمه. حضرتك مين يا فندم؟ خالي اللي ابو الوفا ده. انا ابن خاله وعمه. يعني انت خاله وعمه في نفس الوقت؟ احنا يا استاذ اشرف، احنا بنديك حق استاذ عباس، بنديك حق الرد بالكامل وده حقك علينا. سيادتك. اتفضل. سيادتك يا استاذ سيد. اتفضل يا فندم. سامعك.
يا باب مشاكل مش اكثر ولا اقل، والبيت موجود وماسوره الميه موجوده والناس القائمين عليها مشروعهم محترمين، ما فيش اي خطا ولا غبار. وانا عملت بمجرد ما شاف اني انا عملت مصالحه على البيت ومصالحه ماشيه، وهو اشتغل نشر على الفيسبوك، حتى الاموات بتاعتنا مصورها على الفيسبوك. يعني طب حضرتك عايز اسالك استشرف سؤال، اسالك سؤال يا حبيبي، حضرتك البيت ده اتكتب باسمه ازاي؟ وانا اصلع باسط اسم. لو جاب دليل واحد ان البيت ده مكتوب باسمه انا هتنزله على الهواء على البيت. انا البيت ما يلزمنيش. لا حضرتك، حضرتك انت قلت، حضرتك قلت ان خليك معانا يا استاذ باسط، احنا استاذ باسط انت معايا على الهواء، خليك معايا انا محتاجك معايا. حضرتك قلت يا استاذ ابو لفه ان البيت ده اتكتب باسمك والبيت ما بس ما ثواني بس عايز الورقه اللي فيها. اتفضل. وقلت ان البيت مكتوب باسمك صح؟ صح. هو بيقول الكلام ده مش مظبوط، ترد عليه تقول له ايه؟ وبيقول البيت باسمي انا. البيت ديت مكتوب باسمي وادي محضر اثبات حالي بالنيابي. اه ثابت فيه الحالي. مين اللي ثابت الحالي انت؟ انا اللي ثابت الحالي. طب فين العقد بتاع البيت؟ انا معيش عقد بيوت. البرج والكبار هو نظم مع برج الكبار بمحضر اثبات حالي بالواقع. انت انت اللي انت اللي عامل محضر اثبات حالي. انا عامل، انا معلش حضرتك، انت حضرتك انت عندك، عندك ورشتين، عندك ورشتين، ورشه ماشي لحد القبلي ورشه لحد مدخل يا باشا. وفي حاجه ثانيه كمان يا عم، ورشه لحام، ورشه لحام، ورشه لحام. في بيت، في بيت بملكيه بدون عقد، عايز افهم بس. انت عاوز يا شيخ، يا شيخ بيت، نعم، او شارع عقاري او تسجيل او ممكن يا استاذ عباس. استاذ عباس انا مع حضرتك يا استاذ عباس، معاك على الهواء. انا عارف شغلك معلش عماد بيه، اسالك سؤال كانك معانا في الاستوديو على فكره. استاذ عباس اتفضل. انا حضرتك بعد ما اخلص معاك كلام حضرتك هسيب رقم تليفونك في الكنترول، كنترول عشان هكلمك بعد الهواء. ماشي يا باشا، بس انا عايز اقول حاجه. اتفضل. انا عايز اقول حاجه يا فرش. بص الاخ اللي موجود جنبك ده، بس ارجو منك حاجه، ارجو منك بدون اخطاء، ارجوك يعني. احنا على هوا مباشره وفي ناس بتشوفنا، يعني احنا في ملايين دلوقتي بتشوفنا، ملايين. ارجو حضرتك اني 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 بدون اخطاء يا شيخ. اتفضل يا فندم. انا ما غلطتش، انا ما اخطاش. لا العفو، انا بقول لك ما تغلط يعني بدون اي لفظ يعني. البيت ده حضرتك يا صاحب باسط انت قاعد فيه؟ سيادتك يا صاحب، انا ما اخطاش. بص سيادتك، الاخ اللي قاعد جنبك ده الورشه بتاعته واخد عقد ايجار منين، قلب عقد بيع وشراء وسجل عقد مزور في الشهر العقاري بانه مشتري شراء وقال لك توقعاتنا. انا عايز اوجه له سؤال بس، ممكن؟ تمام، ممكن. تمام تمام. طب اتفضل انت حضرتك، انت حضرتك يا صاحب باسط معاك عقد البيت ده؟ موثق وشوفه هو صور، واحنا علشان البيت ده، البيت ده تركناه. البيت ده كام متر يا صاحب باسط؟ الكلام ده سيادتك عامله هو من 2011. البيت ده كام متر يا صاحب باسط؟ ده مبني في 2008 2007. مساحته كام يا استاذ عباس؟ المساحه، المساحه مساحته 40 متر شفتك. مساحته 40 متر. طب هو واخد ورشه فيه الاستاذ عبد الوهاب؟ واخد ورشه لحام فيه؟ نعم. لا ورشه اللحام بتاعته مجاوره لينا، لانه هو علشان مبني قدام جزء من الورشه بتاعته لازم ده يتزال. تمام فهمت. مبني قدام سيادتك لازم يتزال. تمام فهمت فهمت. طب يعني كل واحد بنى قدام واحد في مكان يتزال، فنقول له سيادتك بتجي وعملت لك جنايه وهو مستعان في 6 شهور تول استأنف فيها وجالك عشان يبقى طيب. انت حق قول له ليه انت بتعمل كده في حاجه ما وراكش في حاجه. طب حضرتك انت، حضرتك انت، حضرتك مضروب في ايه بقى؟ الضرر اللي وقع عليك بقى؟ انا الضرر اللي وقع عليك؟ انا ما وقعش عليه ضرر الا الجرد بتاعه اللي هو عامل، فيش ضرر وقع عليا. انا اوراقي سليمه، اوراقي سليمه وبراءاتي سليمه وكل اوراقي سليمه 100% من الجهاز الاداري والقضاء وكل والخبراء وكل حاجه. والبيت بتاعك مش مبني على الماسوره الاساسيه بتاع الميه يا باشا؟ يجي يطرد الماسوره ويشوف الماسوره جايه في ركن البيت بالظبط كده وطالع بين بينها ما بين البيت 145 سنتي في النهايه الشرقيه قدام الباب يعني، ركن البيت كده في اول بدايه البيت. تمام. طب ايه اللي يخص، ايه اللي يخص استاذ عبد الوفاء ان كان البيت ده بيته او مش بيته او ماشي تحتيه ماسوره او فوقيه ماسوره، ايه اللي يخصه في الكلام ده؟ يخص يا باشا انتقام، عايز ينتقم. دخلني انا عمري 65 سنه والنهارده 66 سنه في الجنايه وما رضيش يتنازل، وقلنا لهم خدوا فدان تمام واتنازل، وما ينفعش واحد 66 سنه يتسجن. استاذ عباسط، ابو استاذ عباسط خليك معايا دقيقه واحده. هو خاله وعمه. طبعا هو خالك وعمك. انا عايز اساله سؤال برضه قبل ماشي، بس انا عايز، عايز بس استاذ ابو الوفاء عشان حق الرد يرد عليه على الكلام اللي قاله. الورقه اللي في ايدك دي. نعم الورقه بس اللي تحت دي. اللي تحت دي الورق اللي تحت ده فين؟ ايوه هو بيقول البيت اتبنى في 2014. تمام تمام. لا هو 2007. 2007 هذه ورقه من المجلس المحلي تثبت الارض انها ارض فضاء، ونطالب بمسحه القمر الصناعي عام 2013 عام 2014 تثبت صحه كلامي ان البيت دي اتبنى في 2014. مش باسمك بقى؟ مش باسمك ولا باسمك؟ باسمي انا في الطرق والكباري، وفي ازاله باسمي في الطرق والكباري. البيت ده سيادتك
غيروا التاريخ وكتبوه باسم اخوه عبد الفتاح محمد هلال، توفي عام 9/11/2013 طبقا للكلام. بس خليك معنا على اثبت الكلام اللي انا بقوله. المجلس متزور، هو المجلس مش هيزور ما بعد الورق. لا لا لا، هو المجلس مش هيزور. محمد بيت فضل عايز تواجهه. هو دلوقتي حضرتك بيوجهلك سؤال، بيقول لك ان في ورقه موجوده اهي، ورقه موجوده بتقول ان البيت اتبنى 2014 وحضرتك كنت بنى 2007. يا باشا انا معايا الورقه الرسمي ومكتوب في عندك في ورقه معاه، هو جايبها تحت اللجنه اللي ادها لك دلوقتي الاخ الصحفي اللي معاه. نعم. معاه في اخرها الناس المجلس المحلي اللي كانوا موجودين في اللجنه قالوا علما بان الدور الاول مبني في سنه 2007 في قضيه رقم كذا. يا حاج عبد الباسط بردلك يا سيد بيه. طب طب يا حاج عبد الباسط اسالك سؤال استاذ محمد، اتفضل. انا مش بتكلم على التواريخ، انا عايزين نسال بس سؤال محدد. هو خط المايه ده بيمر من تحت البيت عند حضرتك؟ لا لا يا فندم. امال تقرير اللجنه اللي هنا اللي معانا اللي بيقول ان الخط بتاع المحافظه بتاع المحافظه تمام، وهم الوحده المحليه في التقرير اللي ردت بيه على النيابه الاداريه قالت ان الخط بعيد عن البيت مترين. ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر ايه حضرتك؟ يا باشا هو الكلام اللي قالته اللجنه واقع على الطبيعه وموجود، وانا يجي اي حد يا باشا احنا نصدق اني انا كمشاهد، بلاش ضيف او صاحب مشكله او طرف، انا اصدق اني قرار فيهم قرار اللجنه بتاعت الوحده المحليه ولا قرار المحافظه؟ لا بقول لسيادتك حاجه. اتفضل حضرتك اتفضل. احنا سيادتك احنا كلنا مصريين ما كناش اجانب يا باشا. طبعا كلنا. اللي جنبك اساله قول له ايه ضررك في البيت، مبني على الماسوره ولا تحت الماسوره، ايه ضررك انت الشخصي؟ يا سعاده انا سالت السؤال ده. وسايبها مكشوفه لها 6 شهور، ايه ضررك منها؟ يا سعاده الرئيس ما هو ضرره انتوا، لان البيت بيقول لك معمول باسمه، اي مخالفه او اي حاجه هتنسب بيه هو يتحمل مسؤوليتها. يا استاذ عبد الباسط يا معالي الباشا، يا معالي الباشا، اتفضل. يا معالي الباشا الكلام اللي احنا بنتكلم على الهواء مش دليل قانون علينا قدام القضاء؟ طبعا طبعا. طيب سيادتك لو جاء بما يفيد هذا الكلام انا هجيب حفار، وانه مكتوب باسمه عادي هجيب حفار. وانت حضرتك من حقك تحافظ على اي حاجه ما فيها تجاوز، وانا مساندك ومعاك في انك تسترد حقك بالقانون. كلنا بندعو لسياده القانون لتطبيق القانون. ما انا بقول لحضرتك يثبت الاوراق. انا باصص يعني سعادتك دي واحده اسمها سعادتك دلوقتي بتنفي بالكامل، نفي كامل ان هذا الرجل البيت ليس باسمه، دي رقم واحد. رقم اثنين دي اول حاجه عشان نخرجه من حته ان يقع عليه مشكله. انت بتثبت هذا الكلام على الهواء مباشره، وعلى فكره الحاله بتبقى موجوده ما بتتشالش خالص. اسمعني بس يا سيد فيديو بدون قطع كلامك باذنك، اديني بس فيديو في فيديو مصوره للعقار والخط المايه داخل تحتيه. يعني انت دلوقتي بتثبت ان العقار مش بتاعه على الهواء مباشره. طيب بس انت كده يا استاذ عبد الباسط، حتى لو في ضرر حضرتك مفيش عليك ضرر. بعد اذنك السؤال اتفضل. يعني عبد الفتاح محمد هلال هو اللي بنى البيت مش انت؟ هو اللي بنى البيت يا باشا. عبد الفتاح؟ ايوه عبد الفتاح. عبد الفتاح اللي بنى البيت؟ ايوه عبد الفتاح اللي بنى البيت. بنى عام 2000 وكام؟ بنى في 2007. في 2007؟ ايوه. نطالب بمسحه القمر الصناعي عام 2013 عام 2014. طب ما انت لسه قايل 2008. انا ما قلتش 2008. هو اللي بيقول 2007. انت قلت هو بيقول. انا هقول لك 2011. طب ايه الضرر اللي وقع عليك دلوقتي؟ انا عايز افهم. احنا على الهوا دلوقتي ابو الوفاء، ايه الضرر اللي وقع على حضرتك دلوقتي في المشكله دي؟ لفق لي قضايا. هو لفق لك قضايا. هو لفق لي قضايا. عامل محضر بالكلام. طب ما في قانون، يبقى كده الموضوع قانوني، في نجيب محامي يرد على الكلام ده. اتفضل يا استاذ عباس. طب احنا يا استاذ عباس ممكن نحل الموضوع ده؟ طب تسمعني دقيقه واحده بس بعد اذنك. اسمعني دقيقة واحدة، ممكن نحل هذا الموضوع ده مباشرة دلوقتي، حضرتك لو عامل له قضايا ونعمل قعدة صلح ونحلها. إيه رأيك؟ عشان الاسم ضايع عنده والله، ولا عامل له قضايا ولا شكيت، رغم إني أنا أبعث لك كشكول، أبعث لك ورقة أكثر من 20 ورقة 30، هو ناشر يشيني على الفيسبوك بإشاعات لا يقبلها عقل. طب أقول لك يا أستاذ عباس دلوقتي على هوا مباشرة دلوقتي، وأنا بطالب بسعادتك إن إحنا نعمل قعدة عرفية ونحل هذا الموضوع بالفعل. ومعلش ونمضي على بعض اقرارات ان مفيش حد يعتدي على التاني. وعايز اقول لك ان انت خاله، يعني الخال والد. انا مربيه مش خاله بس. ده انت خاله وعمه. وعمه مربيه والله محمد. وانت اللي مربيه. لا
الاستاذ ابو الوفا موافق على الكلام ده؟ استاذ ابو الوفا بص يا استاذ اخالك هو بيقول لك هو اللي بيقول لك احنا كده هنقعد مع بعض استاذ. نقعد مع بعض 25/9 ماشي 25/9/2016 تمام. قال لي تعال نحش لك محضر طرق من على اسمك في جنيه. تمام. بعد ما جاء عملني كمين اتضرب فيه اخوي اتكسر عمل كسر في الجمجمه. بس هذه القضيه يعني هو يضرب هيضرب ابن اخته. ايوه ضرب عشان خاطر قضيه تحريات المباحث في القضيه. طيب حضرتك في مشكله بينك وبين سيبك البيت ده مش مشكله بالنسبه لي. خلاص الراجل نفى نفى بالكامل على الهوا. لا استنى بعدنا البيت هو اساس المشكله مش عايزين ايه نفرع الموضوع ونبعد عنه. بص القصه في البيت ما هو البيت اساس المشكله. معايا يا استاذ عباس وصل ان كان يحصل فيه جريمه قتل وفي واحد مصاب بعد استاذ عباس. دي اغرب القضايا اللي انا بشوفها في حياتي عشان سواء كنت اعلاميا او غير. انا كل قصدي هنا. اتفضل اتفضل يا استاذ عباسط. يوم 25/9 اللي بيقول لك القضيه ده مدير اداره الطوب والكباري بيجينا راجل محترم راجل فاضل زي حالتك يا سيادتك. اتفضل. قال لي والله ما عندكش محضر عندنا واللي ما فيش حادث عملت لك في اسمك ده المحضر ده الورشه اهو ما حصلش. بينفي بينفي انا ليش ما حادث. طب انت لو عندك رقم محضر والاستاذ عباسط روح يتنزل لك عمك او خالك روح يتنزل. ما انا رحت عشان يعمل كده. ايه انا تحت امرك توجهني توجيه ربنا يخليك. شفت بقى راجل بقول لك ايه يعني هو مستعد لو في اي محضر هات رقمه هروح يتنزل لك. احنا عايزين نحل لك المشكله دلوقتي. يا استاذ سيد اتفضل. انا رحت واتعمل لي كمين كان عايز يمضينا على الورشه بتاعتي هنا. ما احنا دلوقتي على الهوا اهو. مع ان على الهوا لو عمل لك كمين يبقى في موضوع تاني. الاستاذ احمد فكار مدير هيئه الطب. اتفضل يا سيد بيه. اتفضل اتفضل يا سيد بيه. اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم ثلاثه اقسم بالله هذا الكلام اللي بيقوله افتراء ما حصل منه حرف واحد. طيب حضرتك يا استاذ عبد الباسط. استاذ عبد الباسط اتفضل. عمر يا باشا انت حضرتك اسمك عبد الباسط محمد هلال. عمر يا باشا نجا حماد. نعم. قريه الغرب بهجوره. نعم. بتقر البيت دي بيتك. نعم. بتقر البيت دي بيتك يا استاذ عبد الباسط. ده البيت ده بيتي مش شاريه يا سيادتك. ماشي تحتيه ماسوره مش تحتيه ماسوره. البيت دي بيتك انت. اشتريه من مين لو سمحت؟ لا ماليش دعوه اشتريه من مين. ثواني بس بعد اذنك. ما هو انت القضيه في البيت هو كده الراجل ماشي بعد اذنك. مشتريه من مين البيت؟ طب انت مش مشتريه من مين؟ ما عشان هو بعد اذنك هو مش مشتريه. هو اللي بنيه. هو بنيه. هو ما يعني هو اللي بنيه. هو اللي بنيه. ما هو مش بيقول انا اللي بنيه. يا عم هو اللي بنيه. لا جاي يا معالي الباشا. يا معالي الباشا اتفضل. صعب بص يا معالي الباشا انا مش شاري البيت ده مبني سيادتك. البيت ده زادتك ارض فضاء. انا مش شايف واللي بقى حد بقى العقار موجود. تمام. بقى حته الارض الفاضيه. طب حضرتك يا استاذ عبد الوفا في مشاكل غير البيت ده؟ في مشاكل بينك وبين خالك او عمك؟ نتكلم احنا على الهوا. ما هو انا شايف ان البيت ده الراجل بيقول لك بيتي يبقى خلاص على الهوا. نفى عنك مشكله بقى يعني حضرتك الهدد والكلام ده والمخالفات والمصالحات والكلام ده. بيتكلم البيت قدام المحافظ وقدام السيد الوزير. انت جاي لي في 2020 تقول لي بيتي على نفس المشكله. ارجع لي اللي عمل اللي حصل فيه. فساد المحليات ولا فساد ولا نجامل الناس؟ انا عايز الفساد. انا فساد. فساد المحليات. انت عايز تنتقم منه بقى عشان خاطر مش انتقام. ده هو ضرب اخويا ضرب القضيه جاب 2 شهود شهود ظهور. ما انت هو اللي عايز حاجات المباحث حول الواقع هي موجوده. يعني حضرتك بتاع المجلس يعني ده مع الحاج قبل ننتقد يعني حضرتك الراجل ده الراجل ده لو 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 الراجل ده لو اثبت اي حاجه ده عادي لو مش قادر يعمل الكلام تقول يعني مش قادر يعني المجلس المحلي الزور وتقرير طب الزور تقرير طب الزور تقرير طب الشرعي جاي للواقع. هو جاب 2 شهود دخلوا شهد جوه المحكمه زور وخد سنه مع ايقاف التنفيذ وخد 50000 جنيه غرامه. ايه اللي خد؟ استاذ عبد الباسط 25/9 اللي اتكلم عليه تاريخ الواقع. طب ممكن استاذ عبد الباسط تسيب لنا رقم تليفونك استاذ عبد الباسط في الكنترول؟ ممكن تسيب لنا رقم تليفونك في الكنترول نتواصل معاك بعد الحلقه ان شاء الله باذن الله؟ تحت امر معاك يا باشا. طب ممكن حضرتك نحل الكلام ده على الترابيزه نقعد كده على الترابيزه ونحل الكلام ده مع بعضنا؟ يا باشا اللي تؤمر بيه تؤمر بيه انا راني طيب سيد بيه معاك ماشي هنقعد مع بعضنا بس ان شاء الله هنتسب سعادتك ونقعد مع حضرتك ومع ابو الوفا حتى ممكن شرفنا في القاهرة نقعد في أي مكان في القاهرة في المكتب عندنا في أي مكان ونقعد نحل الموضوع دوت ونحل وننهي كل الخلافات بينكم. عندك استعداد للكلام ده يا بابا؟ ممكن بعد إذنك سؤال واحد. أنت عندك استعداد للكلام ده؟ بس سؤال واحد اتفضل بعد إذنك. أنا تحت أمر معاليك. بص سيادتك ده عقد مسجل. أه زين. هو يقول اشتريت الأرض من مين؟ هو الراجل بيقول لك من البلد. أيوه يقول اشتريت الأرض من مين؟ الراجل قال لك الأرض دي بيتي ومشتريه. لا بعد إذنك بص بعد اذنك اسال السؤال. هو بيرد على السؤال. حضرتك اشتريت الارض دي من مين يا استاذ عباس؟ اساله يا باشا. القضيه دي قضيه شخصيه
بالنسبة له بعيد عن البيت يا معلم، عشان انت سامع، انت واحد بيقول لك قضية وحكم وضرب وواحد ضرب وواحد طلع براءة وواحد ده 25/9 الكلام ده يا معلم 25/9 2019 قضية يا ابن هشون. طب انت بتقول بس من سنة 2014 بس اتفضل صباح باص. انا بعترف على الهوا مباشرة ان هذا البيت بيتي وملكي بكل ما فيه من تمام 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 تمام. يعني انت بنيت على الماسورة اللي انت جاي عليها؟ ثواني بعد اذنك، انت بنيت على الماسورة؟ انت بنيت على ماسورة المية؟ يا باشا انا مش شريت البيت مبني. البيت ما اشتريتهوش مبني، والبيت اللي معايا ورق يثبت ان البيت كانت ارض فضاء. يا عم انت عارف اقول طيب ارض فضاء. طيب استاذ عبد الوفا، هو طب هو اشترى البيت هو الارض فضاء دي في سنه 2002 بعد اذنك. ثواني بعد اذنك ما هو انا هوريك حاجه في انا هوريك الايجار. ديتي عقد الايجار بتاعي لمعي زكي معايا استاذ لمعي هنا مكتوب ايجار انا مش فاهمه. بعد اذنك بعد اذنك هذا الحد. انا بالنسبه لي القصه بص خليك معانا وصاع باص خلينا مش فاهم الحد الغربي. بص احنا جايين مش جايين نورطه في ملك لا 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 مش جايين نورطه. بعد اذنك كده احنا بنتكلم مع هو لو ليه يا راجل مش معانا على فكره، الراجل معانا على الهوا مش قاعد معانا في الاستوديو. احنا اللي يهمنا احنا بنقول صرخه. بعد اذنك يا استاذ مش قصدي عليك، احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول احنا جايين ملك فوزي محمد علي. فوزي محمود علي وبعضه عبد العظيم احمد هلال اللي هو ابويا يا معالي الباشا. واد رسم الكوكب بتاع المجلس المحلي وبعضه ملك عبد العظيم احمد هلال. ملك عبد العظيم احمد هلال وبعضه بعضه يعني اثنين جيران الجر الاسفلت وبعضه بس مكتوبه بالضاد المفروض بالدال مش بالضاد وبعضه بالضاد ماشي ماشي, ماشي. يعني هو البيت ملك فوزي وبعديه البحاله ارض فاضيه فوزي محمد. بعد اذنك يا سيد بيه، بعد اذنك يا سيد بيه، انت حضرتك عرض القضيه ان انت البيت ده اتكتب لك بيت مش بيتك. تمام حاضر محضر محضر مش بيتك. تمام والبيت ده مش بيتك مش بيتي وتفهمني. تمام وحد كتب حد كتب اسمك كده عايز يعمل ازاله مش وحد كده وحد عايز يعمل ازاله. تمام. وانت متضرر في الكلام ده طبعا. تمام. اصبح لينا ضغط صاحب بيت على الهواء بيقول بيت دي بيتي ماشي والورشه ما فيش فيها ضرر خاصه ولا مش علاقه بورشه خالص. اتفضل استاذ. هو دول جه متى يقول البيت بيتي في 2020؟ طب ماشي لو هو البيت بيتك انت اللي بنيت على خط المياه عشان نحاسبه الاضرار اللي حصلت عاد من قبل كده. بيقول لك ان هو استلم البيت يا استاذ ابراهيم. ما انت بقى بيقول ان استلمت البيت. ما قال لك الراجل مشتري مبني. لا مش مبني. البيت مش مبني. معاك ميوس ان هو مش مبني. تصوير قمر صناعي. طب احنا هنجيب تصوير ليه؟ طيب انت ايه الضرر اللي واقع عليك؟ انت ايه الضرر اللي واقع عليك؟ ايه الضرر يا استاذ عبد الوفاء اللي واقع عليك؟ ايه الضرر؟ الضرر عليا ان انا ليه من اول ما اتعامل بحضر باسمي قلت لحوشي قال لي واتكلمت هل لبس القضايا وفعلا الراجل بيقول لك اهو لو في اي حاجه حصل في اي محاضر. بعد اذنك سيد تعمل لي محاضر. محاضر ايه بقى؟ محاضر قد محضر عندك معمول لي ثبت فيه الكلام عندك. محضر ايه يعني؟ محضر ايه؟ عمل لي محضر. عمل لي جلسه سياسي وطلب اسامه بن الشيخ رئيس مباحث نجي حمادي خدني واخلى سبيلي بعد كده. تمام الشرطه محترمه. تمام يعني قانوني. احنا دوله قانون. دوله قانون. اسامه بن الشيخ خدني واخلى سبيلي الساعه 2 بالليل بعد ما اثبت ان انا على حق. ولما قدمت لمحضر اثبت الحاله ان الراجل ده هيلفق لي قضايا والمحضر معمول سيادتك ملفقوا لك المحضر طول. تمام لا انا مش عايز المحضر. احنا كده كده هنقعد مع بعضنا ونصفي الكلام ده. اثبت الحاله بس انت حضرتك جاي الحلقه. انت حضرتك جاي الحلقه وعامل حلقه على الهواء ان انت قمت لقيت بيت مش بيتك. تمام وتتكتب بايدك. اصبح دكتور استاذ عبد الباسط بيقول عبد الباسط محمد هلال بيقول لك ان البيت ده بيتي. تمام حضرتك ده على الهواء. اي قضيه هتتناسب ليه هو. مظبوط مظبوط. يعني هو اللي بنى اي حاجه هو يشيلها بعد كده. بعد اذن سيادتك. تمام ما عشان نبقى احتراف كامل انت اللي بنات على الماسوره. لا ما انت لا انا ما بلاش بقى. لا اله الا الله. ما انا عامل محضر اثبات حاله بالواقع. طب دلوقتي المشكله رد على الجزئيه دي. انا المشكله هو الرد. قال لك انا بعد مشتري مبني. انا استلمته مبني. مظبوط مظبوط ماشي. احنا مش صعب باسط. لا ماشي حضرتك هسيب رقمك في الكنترول ان شاء الله. انا هتواصل معاك ومشروع ما يتواصل معاك وحضرتك اتشرفنا في القاهره وهنقعد نحل الموضوع دوت مع استاذ ابو الوفا. يا استاذ عبد الباسط يا روحنا ان شاء الله ربنا يكون افضل. ويقولنا ونقعد مع استاذ ابو الوفا واي حق ليك الاستاذ عبد الباسط معترف بيه هيرده لك. بعد اذنك عندك يا استاذ عبد الباسط الكلام ده قبل نمشي من على الهواء. البيت ده اتبنى في 2000 وكام؟ اتبنى في 2000 في 2000. لا بعد اذنك سيادة. ما لا اله الا الله. بعد اذنك هي مشكله بيت. ايوه بعد اذنك هي مشكله بيت. ايوه اتبنى في سنه كام؟ ايوه مشكله مشكله ايه بقى؟ ورقه اهو من المجلس المحلي. لا احنا المشكله بعد اذنك. ايه المشكله ليك انت؟ ما انا المشكله البيت ده اتبنى. انا هو اللي جاب اسمي يا استاذ عباسط. هو اللي حصل في التزوير دي. اتفضل يا استاذ عباسط. ما حضرتك معانا ولا خرجت؟ لا معانا. معاك يا باشا. حضرتك عندك استعداد تيجي نقعد مع بعض ونحل الموضوع ده في غرفه مغلقه وننهي كل المشاكل بينك وبين استاذ ابو الوفا؟ تحت امر معاليك. تحت امر معاليك.
وتجيب ما يثبت معاك وتجيب ما يثبت معاك عقد البيت يا صاحب البسط. حاضر يا باشا. حاضر. شكرا صاحب البسط. اشكرك. اشكرك صاحب البسط. وكنت عايز يقول ان البيت ده في بعد اذنك يا استاذ. اتفضل اتفضل. بعد اذنك. اتفضل. البيت ده مبني في 2014 زوروا في التواريخ في طرق الكباري واتكتب باسمي في احنا مش عارفين نحمل نقول تزوير معلش الجهه اللي جهه بتتبع الدوله ده خطا على الهواء. ليه؟ باب ماشي سيح. بس هو ممكن يكون اللي اداك الورقه دي عدل في التاريخ. هقول لك انا معنى الورق اللي عندي بيقول كذا. فاهم وجهه نظري؟ ممكن الورق ده يتسحب اسكندر ويتعدل فيه. بعد اذنك. مش ده بيحصل يعني؟ انت بعد اذنك ديتي رسم كروكي للمكان. نعم. ارض فضاء باسم عبد الباسط محمد هلال. ودي تاريخ. على فكره صوره مش اصل. لا صورة. لا 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 دي لا صوره اصل. لا وشوفه. لا 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 اصل. يا استاذ سيد اصل. ده اصل. ده اصل يا ريس. ايوه اصل. لا لا مش اصل. يا باشا اصل انا شايفه اصل. دي اصل يا معلم مش اصل. اصل سيادتك ومكتوب فيه في 2011 ان الارض دي ارض فضاء. ازاي تبقى مبنى؟ ازاي تبقى مبنى يعني؟ ازاي كان مبنى؟ ازاي كان مبنى يعني؟ ده بتاريخ كام دي؟ 2011 وهو بيتكلم في 2007 ان البيت ده كان مبني. انا كل اللي اعرفه يا استاذ عبد ابو الوفا ان القصه مش في البيت، القصه في مشاكل بينكم غير البيت، في قصه في 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 هي المشاكل يا استاذ. ايه؟ هي المشاكل. ما هو انا حضرتك انت كده مش مضر في حاجه، البيت ده اتبنى في 2004، البيت ده اتبنى هو كده كده مش مضر في حاجه، هو اشترى مبني. لا ما اشتراهوش مبني، هو بناتك بنى يا الضرر بتاعك انت بس يا مرام الشهر. دلوقتي احنا وصلنا صوتك يا استاذ ابو الوفا ودخل مصر عبد الباسط تمام مباشره، بص كلها سمعت الموضوع ده. المشكله الرئيسيه احنا اللي يهمنا اولا لو الاهالي متضررين من الميه عشان مبنيه على بيت تحتيه ماسوره ميه احنا هنواجه يعني سيادتك المحافظ. يعني سيادتك هو عشان كان مرشح لمجلس الشعب. لا 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 بعد اذنك سيادتك كان مرشح لمجلس الشعب وكان رئيس مجلس محلي قروي في الغرب بهجوره. تمام سيادتك يبني على ماسوره الميه والموظفين اللي ساعدوا. لا 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 احنا في زمن استاذ عبد الاستاذ عبد الوفا احنا في زمن احنا دلوقتي في عصر فاهمني القضاء على الفساد. حضرتك ما فيش حد يقدر يتعدى وانت كده يعني ايه صعدت الموضوع لاكبر يعني عشان هيخش مجلس الشعب هيعمل بقى يبني على ماسوره ميه وهي اه بني على ماسوره الميه هات التقرير. لا 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 استاذ ابو الوفا استاذ ابو الوفا صوت استاذ ابو الوفا صوتك يعني صوتك استنى يا عماد بيه بعد اذنك هبقى ادير الحلقه. صوتك يا استاذ ابو الوفا وصل واحنا هنبعت مذكره للسيد المحافظ لو بالفعل الماسوره ماشيه تحت بيت بحيث ما يقعش ضرر على اهل القريه بالكامل انها بتغذي ناجي حمادي بالكامل. دي رقم واحد. رقم اثنين اي مشكله بينك وبين عمك او خالك اللي دخل معانا استاذ عبد الباسط على التليفون هنجيبه القاهره ونحل لك كل مشاكلك. هنقعد معاه. الحاجه الثالثه لو انت ليك حق عند الراجل ده هنجيبه لك بالقانون وليس بالايه؟ هنجيبه لك بالقانون وهو الراجل اتفق يجي يقعد معانا ويحل بالوضع اللي انت عايزه. اعزائي المشاهدين اشكرك استاذ ابو الوفا كنت معانا النهارده ونورتنا وعرضت مشكلتك بالكامل. اشكرك استاذ محمد مغاوري. اشكرك معانا الاستاذ ابراهيم. اعزائي المشاهدين ده كان موضوع حلقتنا النهارده صرخه مظلوم ويمكن احنا وصلنا صوتنا وقلنا الاستاذ ابو الوفا عرض مشكلته بالكامل وقلنا لو خط الميه نعم يعني انت زيادة خلاص انا وقتنا انتهى على فكره اديك 30 ثانيه تقول اللي انت عايزه. اتفضل 30 ثانيه. اتفضل انا ناشد رئيس الجمهوريه في هذا الموضوع بعد اذن سيادتك. اتفضل يا فندم. اتفضل. والموظفين اللي عندهم غلط والتزوير في تزوير ده هنتابعه ان شاء الله. انت وصلت رساله هنبعت مذكره المحافظ بالكلام ده كله. ما سمعش كلامي. انا احنا بقالنا ساعه بنتكلم. مش بنتكلم يا استاذ. اتفضل. ما خليتنيش اتكلم. اتفضل. هذه قضيه 30 ثانيه بالظبط. بعد اذنك. اتفضل. ثواني بعد اذنك. اتفضل. ماشي. اتفضل. هذه القضيه اتضرب اخويا 25/9 وتحصل كسر في الجمجمه جاب 2 شهود نسيبه وواحد ثاني دخلوا شهدوا بغير الواقعه والواقعه كاتبها المباحث ان هو اللي ضرب. ده عايز محامي يقوم بالموضوع ده. شكرا استاذ ابو الوفا لان الوقت انتهى على فكره احنا خدنا اكتر من وقتنا. اعزائي المشاهدين ده كان موضوع حلقتنا النهارده اللي هو صرخه مظلوم واتكلمنا عن البلطجه واستغلال النفوذ وان شاء الله احنا دايما معاكم ومعاكم كل يوم لحد الساعه 9 ان شاء الله في برنامجكم بكره احلى. اعزائي المشاهدين تحيا مصر.